ومن باريس أنتقل مباشرة إلى اليونان التي تواجه أكبر موجة للهجرة منذ العام 2016، حين وقع الاتحاد الأوروبي وتركيا على اتفاق ينص على خفض عدد الوافدين إلى أوروبا. يتدفق المهاجرون إلى الجزر اليونانية انطلاقا من الشواطئ التركية المجاورة، غالبيتهم من العائلات الأفغانية والسورية أيضا، بالإضافة إلى جنسيات أخرى. وصل عددهم في سبتمبر الماضي إلى أكثر من 10,000. عدد الوافدين المتزايد إلى جزر بحر إيجا يخنق شبكة مراكز إيواء المهاجرين المكتظة بالفعل، إذ يعيش في المناطق الخمس الساخنة في جزر ليسبوس وسامس وكوس وخيوس وليروس أكثر من 26,000 مهاجر وأيضا لاجئ، موزعين جميعا على ما يزيد بقليل على 6,000 موقع. يسكن مهاجرون في ظروف غير صحية داخل حاوية للشحن أو في مخيمات مؤقتة، يشكون من اضطرارهم للانتظار لساعات، وذلك للأكل أو للاستحمام أو حتى استخدام المرحاض. في سياق أزمة مهاجرين جديدة، وبعد 4 سنوات من وصول 1,000,000 طالب لجوء إلى الجزر اليونانية، تواجه اليونان أكبر موجة هجرة منذ العام 2016، حين وقع الاتحاد الأوروبي وتركيا على اتفاق ينص على خفض عدد الوافدين إلى أوروبا. يتدفق المهاجرون إلى الجزر اليونانية انطلاقا من الشواطئ التركية المجاورة، غالبيتهم من العائلات الأفغانية والسورية الفارين من نيران الحروب. وصل عددهم في سبتمبر الماضي إلى أكثر من 10,000 طالب لجوء، وعدد الوافدين المتزايد إلى جزر بحر إيجا يخنق شبكة مراكز إيواء للمهاجرين مكتظة بالفعل، إذ يعيش في المناطق الخمس الساخنة في جزر ليبسوس وساموس وكوس وخيوس وليروس أكثر من 26,000 مهاجر ولاجئ، موزعين على ما يزيد بقليل على 6,000 موقع. ويسكن المهاجرون في ظروف غير آدمية وغير صحية داخل حاويات للشحن أو في خيام مؤقتة، ويشتكون من اضطرارهم الانتظار لساعات للأكل والاستحمام أو استخدام المراحيض. ويعيش أكثر من 12,000 شخص، معظمهم من سوريا وأفغانستان والعراق، في مخيم موريا. وكان المخيم قاعدة عسكرية سابقة في اليونان، افتتح في عام 2015 كمركز لتسجيل الوافدين، لكنه يسع الآن 4 أمثال طاقته الاستيعابية. لو كنت أعلم ما عليه الحال هنا لما أتيت، فالموت أفضل من هذا. خدنا رحلة شاقة للغاية وعبرنا البحر للوصول إلى هنا، لكن انظروا إلى أطفالي، تغزو الحشرات أجسادهم. انظروا زوجتي وابناي وأنا، الحشرات تنال منا جميعا. لدينا 16 شخصا يعيشون في خيمة واحدة مصممة لتسع 4 أفراد فقط. أرى كثيرون في اليونان أن تركيا لا تفعل ما يكفي لوقف تدفق المهاجرين من بحر إيجا الذي يسفر عبوره سنويا عن غرق المئات من المهاجرين غير الشرعيين، لكن الخشية من التوقيف في تركيا هي التي تدفع المهاجرين خصوصا الأفغان منهم إلى المغادرة نحو اليونان بأسرع وقت ممكن. وأعلنت الحكومة اليونانية المحافظة التي وصلت إلى السلطة بعد انتخابات في 7 يونيو الماضي، أعلنت نيتها إعادة 10,000 مهاجر إلى تركيا بحلول نهاية العام 2020 بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه أنقرة وبروكسل عام 2016. ينضم إلينا هاتفيا دكتور أيمن زهري، أستاذ دراسات الهجرة. دكتور أيمن، ما الذي استفاده الاتحاد الأوروبي من الاتفاقية الموقعة مع تركيا عام 2016 إذا كان الوضع بهذا السوء؟ والله يا فندم استفاد، يعني بالنسبة لتركيا والاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي استفادة غير عادية، لأنه تركيا حاجزة عندها ما لا يعني تقريبا حوالي 4 مليون لاجئ. لو ما تعملش الاتفاقية دي، بالرغم من يعني كل الناس كان عندها تحفظات على الاتفاقية دي ولا زال، لو ما تعملش الاتفاقية دي كان كل 4 مليون دول اتجهوا إلى اليونان وبعدين طبعا إلى دول أوروبية. فأوروبا استفادة غير عادية. طيب، يعني إذا كانت تركيا التزمت بهذا الاتفاق وحجزت الألاف، إذن من أين تأتي هذه الزيادة المستمرة والمضطردة لأعداد اللاجئين السوريين، ومنهم جزء كبير أيضا قادم من تركيا؟ هو المشكلة دلوقتي أن تركيا بدأت ترجع الناس، وفي ناس ماتت على الحدود بسبب أنها بترجع عن غير إرادتها. فمسألة أنه تشيع بين جمهور السوريين الموجودين في تركيا أن تركيا تبتدي ترجع، ده بيعمل لهم قلق رهيب، فبيضطر أنه هو يتجه أي اتجاه علشان ما يرجعش لسوريا، لأن سوريا غير مؤهلة دلوقتي للعودة، وبعدين العودة لازم تكون طوعية بشكل تام. طب لماذا شرعت تركيا إذن
في عودة اللاجئين، وهو يعني ما يتنافى مع الاتفاق الموقع مع الاتحاد الأوروبي؟ إذن ضغط سياسي على سوريا للأسف، يعني لا بالأوراق السياسية، تركيا لا تعنيها يعني من قريب أو من بعيد مسألة اللاجئين أو حياتهم أو إقامتهم عندها، لأن الموضوع بالأساس إنها عملت الاتفاق ده وحجزت الناس عندها، ده كان أصلا غير مقبول وغير إنساني بالأساس. نعم، وما هو المتوقع إذن لهذه الزيادة المتزايدة لدول المتوسط على وجه الخصوص أعضاء الاتحاد الأوروبي بهذا الوضع الكارثي الذين يعيشون فيه داخل المخيمات؟ هو طبعا يعني مهم جدا أن الناس كلها تعرف أن الموضوع ده مستمر، ومسألة التدفقات الحالية دي هتفضل معانا كتير، المسألة لن تحل إلا إذا كانت هناك حلول سياسية للمشاكل الموجودة في المنطقة. ولحظة حضرتك، المنطقة دي منطقة تركيا بالذات دي منطقة تجميع لكل المهاجرين اللي عاوزين يروحوا أوروبا، يعني مش بس السوريين، ده الأفغان، شوفي بيقطع مسافة قد إيه من أفغانستان لغاية ما يوصل، يعني من خلال إيران ومن خلال دول تانية لغاية ما يوصل تركيا. هدفه الأساسي هو أوروبا، فالحل الأمثل لكل المواضيع دي هو العمل على حل المشكلات السياسية اللي أوروبا أصلا بتدخلها فيها في الأول. نعم. أدت إلى تفاقم المشكلات دي. أشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أيمن زهري، أستاذ دراسات الهجرة، وأتحول إلى اليونان أو أثينا.